انت زفت. نعم يا بابا. انت بتعمل حاجه دلوقتي؟ لا بس كنت لسه هذاكر دلوقتي والله. خلاص انا اصلا مش جايلك علشان كده، انا جايلك عشان نروح مشوار انا وانت على السريع. والله يا بابا انا تعبان ومش قادر اروح في اي حته دلوقتي، خليها يوم تاني. تعبان ايه يا لا؟ ده انت هتروح راكب وهتيجي راكب. ما تقولش يعني احنا كده نروح بالعربيه. هنروح بالعربيه. عمال تفتكر ايه؟ لا ما تفتكرش اي حاجه خالص، يلا بقى عشان ما نتاخرش. الا انت مش لسه قاعد من شويه بتقول انك تعبان ومش عارف ايه؟ لا ما هو الحمد لله انا خفيت. طب الحمد لله، يلا بقى عشان ما نتاخرش. يلا يلا بابا اركب. يلا يلا اركب. ايه يلا انت اتجننت ولا ايه؟ انزل يلا. لا والنبي يا بابا، والنبي سيبنا سوق بس المره، سيبنا سوق المره دي ومالكش دعوه. اسيبك في سوق عشان يبقى اخر يوم في عمرنا النهارده؟ لا ما تخافش يا بابا ما تخافش، مش هيحصل اي حاجه والله. استغفر الله العظيم وكل ذنب العظيم. هات بقى المفتاح يا بابا. طب انت بتتنيل بتعرف تسوق ولا لا؟ الصراحه يا بابا الصراحه ما بعرفش، بس انت هتعلمني كمان. يعني ما بتعرفش تسوق كمان؟ يلا بابا بقى عشان ما نتاخرش على المشوار. صبرني يا رب. يلا دور العربيه. هدور العربيه ازاي اصلا يا بابا والمفتاح اصلا معاك؟ ما هو ده غباء منك، ما هو من اولها كده. خد. عاب مني برضو يا بابا. تمام، اول حاجه بقى تعملها هتنزل يد الفرامل وبعد كده. يا غبي. في ايه؟ انا مش بتكلم معاك. يلا وقف العربيه اهو. اطلع يلا. طب انت ليه وقفتني؟ طيب اطلع بقى وبلاش هري كتير. اطلع. حاضر. حلوة الدنيا سكر، حلوة الدنيا سكر. الله عليا ده انا صوتي كروان، اقسم بالله صوتي كروان. انا والصحاب يا عسل. اياك ترد، اياك ترد. ليه يا بابا؟ في ايه يعني مرد؟ هو ايه اللي ليه يا بابا؟ افرض امينك امين، هتعمل انت ايه بقى؟ وانت اصلا لسه بتتعلم ولسه معكش رخصه. امين ايه بس يا بابا اللي انت بتقول عليه ده؟ الطريق ده ما بيقفش عليه اي حاجه خالص. معرفش بقى، انا قلت ما تردش يعني ما تردش، مش انا بالحوارات دي. خلاص ماشي يا بابا اهو. ايه ده؟ ده مش بيرد عليا ليه ده؟ يا نهار ابيض، ليكون واقع في مشكله، انا رن عليه تاني. بص يا بابا انا هرد المره دي، ليكون في حاجه. ماشي هخليك ترد بس كلمتين اتنين اللي تقولهم وبعد كده تقفل. حاضر. الو. ايه يا ابو الصحاب انت مش بترد عليا ليه؟ عشان سايق العربيه يا ابني وبابا راكب جنبي. سايق العربيه وابوك كمان راكب جنبيك؟ لا كده خلاص لعبت معاك يا ابو الصحاب، لعبت معاك على الاخر. الحمد لله يا ابني احنا مش قليلين في البلد دي. لا خلاص يلا بقى. في ايه؟ بقول لك ايه يلا سلام دلوقتي، عشان لو ما قفتش معاك دلوقتي هنتنفخ انا وانت. سلام يا ابو الصحاب، ربنا يعينك مع ابوك يا حبيبي. يا رب. يلا بقى سلام. سلام. ايه القرف ده؟ ناس بقت راكبه عربيات وناس راكبه تريلات وانا قاعد محلك سر. انا اقوم اموت نفسي احسن. خلي بالك من الكلب اللي هناك ده، خلي بالك. فارميل كلي يا غبي انت. ايه ده؟ في ايه؟ انت مش قلت لي خلي بالك من الكلب؟ وفين بقى الكلب ده؟ اهو. ايه ده؟ ده مفيش حاجه. اما انت خدتني فرملت ليه؟ عشان اختبر تركيزك، عشان لما اسيب لك العربيه اكون مطمن على العربيه. لا ما تقلقش يا بابا تركيزي عالي، ما تقلقش. ما هو باين تركيزك عالي، شكلك كده هتودينا في داهيه النهارده. انت بتبص قدامك ليه يا غبي انت؟ ما تبص على المرايه دي وبص على المرايه دي وبص على المرايه دي. هم حاطين المرايه دي ليه؟ حاطينها زينه يعني ما تبص عليها. حاضر يا بابا، هبص على دي وهبص على دي وهبص على دي، ما تقلقش هبص عليهم. ولا شكلك هتتعلم في سنه الطين دي. امشي بالراحه بالراحه، مالك بتجري ليه كده؟ امشي بالراحه. في ايه؟ بجري يا بابا؟ انا ما حصلتش ال 20، ده انا ماشي ما كملتش حتى ال 20 يا بابا، انت شايفه بجريش اهو. خلي بالك المطب، مطب خلي بالك. بتفرمل تاني ليه يا غبي انت؟ لا بقى يا بابا، لا بقى يا بابا، كده كتير قوي. في ايه؟ علشان بعد كده تركز، خلي عينك في وسط راسك. يا رب عدي اليوم ده بقى على خير، يا رب عدي اليوم ده على خير. امشي بالراحه ما تجريش، جرينا هنوصل، ما جريناش برضه هنوصل. امشي بالراحه. حاضر. ادي اشاره شمال وامشي من على الشمال، ما تمشيش من على يمين العربيه. يلا. حاضر يا بابا اهو. حاسبك
حاسب حاسب حاسب. قديمة يا حاج قديمة، خلاص بقى انا شربتها. الله يخرب بيتك، هنموت هنموت، الله يخرب بيتك. فرمل فرمل.